بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورد. يقول ربنا في نفس السورة، سورة الحج: هؤلاء الذين نصروا الله وهم المنصورون بإذن الله، لأن الله قوي عزيز، العزيز الذي لا يقهر. كيف الرب يقهر؟ استعير هذا فكر في اليهود، تهم ربي بما ليس فيه، يندم وينسى، يغلب من طرف سيدنا إسرائيل، شيء كبير أو شيء كبير، هربنا في عزته المطلقة، هم يحبوه يهبطوه المذلة المطلقة. شوفوا البني إسرائيل، شو الدور بتاعهم الشيطاني، وذاك علاش المذلة والإساءات اللي ترسل إليهم، من اللي تقعد شأنهم وتفسد أمرهم. ربنا هو هذا ناتج عن كون يحاربوا فكرة العزة لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. احنا مش كلهم المنصورون إذن؟ هم اللي مكنهم ربي في الأرض، ما جاوش خذوا الكراسي وصول الحكم غصبا، بل هو اللي مكن لهم كما مكن بني إسرائيل بعد من دحر فرعون وقبيله. هنا الذين مكنهم في الأرض أعطانا سلطة أدبية، سلطة من مادية، سلطة اقتصادية، سلطة علمية، سلطة من جميع ما روحية وفكرية. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، أو اللي نهتم به هو هل الصلاة صلاة؟ هل فعلا أقمناها كما يجب أن تقام؟ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني مش كما نعد قال نور بالفيسك، يعود الزكاة هي حق ضعيف والسائل المحروم، ووجوه نفقتها من حددهم الله، حددها الله سبحانه وتعالى. أنت ما عندك حتى دخل، كانك مسلم فمك ساكت وتأدي واجبك الزكاة. ناس جات ارتدت وقالوا كان محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ زكاة، ومشان محمد شوف الناس بيتكلم كلام مخبيث ياسر. اليوم ايش مش هتيوى الزكاة؟ الزكاة هي أمر إلهي ومش طبقها بحكم أن يكونك مسلم. قال سيدنا أبو بكر الصديق، قال اللي مش يفصل بين الصلاة والزكاة سأحاربه، وحرب الردة كانت ناجحة، لأن سيدنا أبو بكر الصديق كان من إيمانه ليس في انحراف، وكان الذي يؤيده على رأس سيدنا عمر بن الخطاب، مش معنى. وكان خالد بن الوليد خارج المدينة وخارج الساحة الجزيرة العرب أو شبه جزيرة العرب فلسطين، يعني كان يخدم على أساس باش الطوق الجهنم اللي كان فسد على الدعوة الإسلامية يكسروا، مفهوم ولا لا؟ حقوا الأمة كانت في كما تقول أنت في راحة، ولهذا التمكين كان الناس بالضبط التمكين أداموه، باش أداموه بطاعاتهم لله، صلاة حقيقة تكون حقها وزكاة ماضية، والناس اللي مش يستفادوا منها الكل توصل لحقوقهم في تلك الأموال. مش كما اليوم اللي هذا يحب يختل الحاكم، يقول الحاكم منه الحاكم ما كان فاسد، لابد عندك حقوق حوله. كيفاش مش عملت مستشفيات؟ كيفاش عملت كليات؟ كيفاش مش يدفع عنك المجاعات؟ كيفاش يجيب لك الآلات؟ كيفاش يجيب لك الحبوب؟ يجيب لك الزريعة؟ يا سبحان الله، لو أنت هارب وك هارب وك هارب، أنتم تحبوا تكونوا عندكم دولة ولو بانحراف. لا يجوز أن نجي ونفتي وفتوى كما تو إخوانك قال يعملوا مجهود، لبس عليهم الحمد لله المجهود على حسب اجتهادهم وعلى حسب الإمكانيات. نجي أنا أتعب فيهم، كم من إنسان نسمع يتعب إخوانه؟ هل أنت وصلت تفهم إخوانك شكونهم؟ هل عرفت بماذا ضحوا؟ هل عرفت كيفاش تعرضوا للقتل 15 مرة؟ هل عرفت سجونهم كيفاش مرت بهم؟ يا ناس ردوا بالكم، اتقوا الله في قواتكم، اتقوا الله في حكامكم، خير من اللي كان. على كل عام ما قارنت، على كل حال الخير مش يجي مش في لمحة من البصر، يلزم وقت. كيما النخلة ما تعطيش أكلها في نهار ولا عام ولا عميد، ولهذا لازم نصبر على إخواننا وما نتهمهمش ونعاون أعدائنا عليهم باش نضيعوا فرصة، وبعد يسخط الرحمن ولا تقوم لنا قائمة بعد الآن، لا قدر الله. ولهذا نعاود: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. أين الأمر بالمعروف الآن؟ اللي قلنا احنا ثورة، هذه يعني ثورة يزلم من الدليل، احنا في هذا يعني هذه ثورة. تعالى ما طلناش على أنفسنا وتحبوا نثوروا على أشياء أخرى. ربي حب يرحمنا بتبديل السروج،
حب يرحمنا بايام فيها نفحات، حب يرحمنا برياح طيبه، وانتهى الامر. اما الحاج الان لم نقم الصلاه كما يجب، ولم نصرح حالنا، ولم ناتي للزكاه ونقيمها دعائمها، ونخلي الناس يجيهم المدد باش ترجع بهم الروح. كم البيت اليوم جوعان عريان، واذا ما حد يفقوا ما حد يبشروا بحتى بدينار. يا ناس ردوا بالكم، والله في خطر عظيم. نعاود وامر بالمعروف، الامر بالمعروف هو قاعده كبرى، وكيف ربي ميزنا قال كنتم خير امه اخرجت الناس، بدا بالامر بالمعروف. اين نحن من هذا الذي اراده الله معروفا ونحن مامورون بتحقيقه في حياه الناس؟ وامر بالمعروف اي كل ما تعرفه العقول والارواح والنفوس والعواطف ما تعرفه خير خير، احنا وين هل نحيي فيه ولا نقتل فيه؟ أنا نشجع الإنسان اللي يعمل المنكر، قل أحسنت، سب عمك، سب مذهبك، كذا كذا، نعاونوه ويبداو يتباهوا. اللي حاضرين في المجلس هذاك سواء كان وقت مأتم ولا وقت أفراح، ويا أتراح الحقيقة الناس تفهموا بالضبط واقعنا ليس واقع إسلامي، إلا في قلة منا. وأمر المعروف ونهى عن المنكر، واللي يعمل المنكر يرفع إلى السماء، وبعد ذلك يضربوا ضربة بل صماء، لا تقرا ولا تكتب ولا يعيذ بك يقول العقل. ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور، اي عاقبة اموركم جميعا هي عند الله في علمه، وهي عند الله في امره، وهي عند الله في وقت اللي يجي الاوان. واراكم تكون عندكم عاقبة حسنة، لا عاقبة مدمرة ولا محزنة ومخسرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضاه.